في هذه الأثناء هدد مسؤولون في حزب أزرق أبيض الإسرائيلي برئاسة بيني غانتس بالعمل على تشكيل حكومة بديلة لعزل بنيامين نتنياهو. ونقل التلفزيون الرسمي أن ذلك بسبب الخلافات المتواصلة بين الليكود وأزرق أبيض بشأن إقرار الميزانية العامة وإدارة أزمة فيروس كورونا. ومن القدس ينضم إلينا مراسلنا أمير الخطيب. أمير، هناك احتجاجات في الشارع بهذا التوقيت، تأتي هذه التهدئات من حزب أو تكتل أزرق أبيض، هل هي مجرد مساومة أم إرادة لدى هذا التكتل للحلول محل نتنياهو إن اقتضى الأمر؟ كمال، دعنا نشير في البداية إلى أن ما يحصل من احتجاجات مستمرة في الشارع الإسرائيلي للأسبوع 19 على التوالي وأكثر من ذلك حتى، وتصدعات أيضا التي تأكل المشهد السياسي الإسرائيلي والخارطة السياسية الإسرائيلية، تنتج أو هي سبب عن مشكلتين. المشكلة الأولى مشكلة الميزانية وإقرار الميزانية الإسرائيلية، والمشكلة الثانية هي أزمة كورونا وكيفية إدارة أزمة كورونا والتفرد في القرارات والحكم في إسرائيل، بالتحديد من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزبه الحاكم، حزب الليكود اليميني الحاكم. هذه هي المشكلات التي تسبب كل ما يحدث الآن في إسرائيل سياسيا وشعبيا أيضا. أما بخصوص سؤالك حول تهديدات حزب أزرق أبيض باللجوء إلى تشكيل حكومة ضيقة وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، قد تقرأ هذه الأمور على منحيين. المنحى الأول كمال هو قد تكون مناورة كي يأخذ حزب أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس ما يريد من نتنياهو، وأن لا يستطيع نتنياهو التنصل من الاتفاق الائتلافي مع هذا الحزب، وأن يقوم بجميع وعوده وأن يفي بجميع وعوده تجاه التبادل في منصب رئاسة الحكومة. الأمر الآخر، قد يكون هناك فعلا محادثات ما بين حزب أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس وقوى سياسية إسرائيلية أخرى لإسقاط بنيامين نتنياهو، بالتحديد مع ما يدور في الشارع من احتجاجات تطالب بشكل واضح وصريح بإسقاط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أيضا على خلفية التدهور الاقتصادي وأيضا على خلفية ملفات الفساد وتهم الفساد المتورط بها بنيامين نتنياهو. في المقابل، في حزب الليكود هناك من يقول إن الانتخابات هي أمر لا تستطيع إسرائيل تجنبه في الوقت الحالي، وأن الحزب الشريك في هذه الحكومة وهو حزب أزرق أبيض هو حزب ليس شريك بعد اليوم في هذه الحكومة، يشكل خطر استراتيجي على دولة إسرائيل، ويعمل هذا الحزب على تشكيل حكومة أقلية وحكومة ضيقة بالشراكة مع الأحزاب والنواب العرب في الكنيست. إذن المشاكل تأكل المشهد الإسرائيلي داخل، كما أنها تلقي بظلالها على الاحتجاجات الشعبية المتواصلة حتى هذا اليوم. كمال، مراسلنا في القدس أمير الخطيب، شكرا جزيلا لك.